أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. كل حلقة بنستضيف أسرة من الأسر المصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم، بنشاركهم أحلامهم، بنتعرف على مشاكلهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. كل واحد في المجتمع ليه دور، ودور إيجابي، لأن الأسر المصرية اللي بتشارك في أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا لأن الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية معانا ومع الأسرة اللي معانا النهاردة، وهي أسرة مكونة من مجموعة من الشباب. معانا منال، منال فاروق يوسف، ومعانا زوجها أدهم مجدي، وهم متزوجين حديثا قوي قوي قوي، يعني الشهر اللي فات بقالكم شهر. نقول لكم بقى مبروك، جاي متأخرة شوية بس مبروك. ومعانا أصدقاء منال وأدهم، آيات حافظ، وهي مصورة صحفية إعلامية، يعني أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ومعانا هشام شريف، أهلا بيك يا هشام. يعني لسه الشهر اللي فات، يعني مش هقدر أسألكم أقول لكم إيه المشاكل اللي قابلتكم، ولا في مشاكل؟ يعني أكيد ممكن. أكيد أنا بسمع إن في الأول بيبقى المشاكل كتير. أكيد. بس مش في الأول كده قوي، لأن أنتوا تعتبروا لسه شهر العسل على فكرة يعني. بس واضح إن في لسه يعني مشاكل برضو بدأت، يعني كده مش كده؟ أكيد طبعا في مشاكل بتحصل. لا أنا مش عايزة أبدأ بالمشاكل، مش معقول تكونوا لسه متجوزين وهبدأ بالمشاكل. أبدأ بقصة الحب الجميلة، بس أحب أقول للمشاهدين أو أعرفهم أكتر بمنال. منال هي بنت الفنان الكوميدي القدير الفنان فاروق يوسف، مش كده؟ طبعا احنا انكل زيزو حبيبي مع محمد صبحي، دور مع عادل امام كان شياطين الى الابد. شياطين الى الابد، ايوه. وفي ادوار بقى تلفزيونيه وادوار مسرحيه هنتكلم طبعا كتير، بس الاول احب اعرف قصه الحب والزواج دي بدات ازاي بقى. والله احنا اصلا كنا دارسين مع بعض في سياحه وفنادق 5 سنين، اتعرفنا على بعض هناك وقتها، يعني كان حصل زي اعجاب من ادهم ليا، خليناها صداقه. وقلنا اكيد هتقولي اعجاب من ادهم ليا، مش معقول هتقولي اعجاب مني لادهم. لا هو كان بالاثنين بصراحه، بس متبادل يعني. ادهم بس كان لسه في الدراسه وكده، فقلنا لا خليها صداقه في الدراسه وفي الصداقه عشان ما نخسرش بعضنا. ايوه. طب وليه تخسروا بعضكم يعني؟ ما يعني المعروف يعني ان بدايه المراهقه كده كده تفكير البنت بيتغير، نفس الكلام الولد لما بيخرج ويروح جامعه تفكيره برضو بيتغير عن البنت. الحب والكلام ده ما بيبقاش في وقت الدراسه مستحب يعني. تمام. كتير فعلا جدا، ومش عارفه ليه الظاهره دي، قصص الحب اللي بتبدا في سن صغيره من ايام الدراسه يعني مش كلها بتنجح بعد كده، بيحصل تحول في المشاعر، النضوج، الولد بيتغير، البنت برضو ممكن تتغير نظرتها، مشاعرها، التفكير كمان، فبنلاقي كل القصص هو دايما يعني تفكير للنهاية. البنت او مخ البنت بيكبر عن الولد بسنين بمراحل. ايوه تمام. بالنسبه لي انا كنت شايفه ان وقت الدراسه مش هينفع ان احنا يحصل ارتباط وحب وكلام من ده، فقلت خليها اصدقاء صداقه. ايوه. خلصنا السياحه وفنادق وقعدنا فتره احنا اصدقاء واخوات، لا كان يخطر على البال خالص ان احنا في يوم من الايام يبقى فيه جواز. طب التحول ده بقى، التحول اللي هو انت خلاص حطيتي العلاقه في فورمه وقالب معين، علشان تحوليها من القالب ده صعب على فكره.
طبعا سهل يعني علشان أكيد. ينظر لك نظره تانية غير نظره الاخت والصديقه والشله الواحده اللي بنخرج خلاص مع بعض نظرة كل يوم. الزوجة. نظره الزوجه دي جت ازاي ادهم هنا بقى التحول ده؟ كانت عندي مشكله وكنت متضايق جدا فقعدت اتكلمت معاها، فقعدنا نزلنا وخرجنا وبدانا ان انا احكي لها وبدات ان انا مخنوق وبتاع، فحسيت من كتر ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض وهي بتحكي لي وانا احكي لها بدات العلاقه كلها ان انت مثلا الدماغ، طب انا لقيت فعلا ان الحاجات اللي انا عايزها في البنت او في الزوجه اللي انا بحبها هي حباها او بتحبها او فيها، وهي برضو نفس الموضوع، بس كانت الفكره كانت صعبه ان فيها الحنان انها بتسمع لك، حسيت براحه نفسيه، حسيت ان المسؤوليه انها انا بعرف لو في مشكله اعرف اخد فيها قرار، اعرف افكر كويس، اعرف امتى الكلام بيطلع، امتى القرار بيطلع، امتى كلمه لا بتتقال، لا علشان كذا مش لا وخلاص، في منطق، في عقل بالزبط. قدامك في ذكاء، فلقيت ان دي المواصفات الاساسيه اللي انت عايزها بالزبط. في الزوجه بدات بقى تقول طب وليه بقى ما ابعد إيه حكايه اخت وصديقه بقى لا يعني بس ليه لا ما تبقاش هي الحبيبه. المشكله ان احنا كان بقى لنا فتره كبيره مع بعض اصدقاء، فكنت خايف ان انا اخش وابدا خطوه زي كده، طب هتبقى مشكله، هتتضايق مش هتتضايق، طب هنخسر بعض، طب المعامله هتقل، طب افرض مثلا ان الموضوع ده كده في الاول لذيذ وحلو لما دخلنا في الخطوبه والمسؤوليات، طب هنندمج مع بعض ولا لا؟ دي مشكله عايزه اناقشها معاكم. بنلاقي فعلا دلوقتي الشباب الجواز بالنسبه له خطوه صعبه قوي، حتى انتوا تعتبروا متزوجين في سن مش صغيره 28 سنه، فسن الزواج اولا ارتفع، ثانيا خطوه الشاب عشان يقدم على فكر الجواز، لا هو صداقه زي ما انت كده كنت عامل انت ومنال حلو قوي يستمر لسنين، لكن عشان يفكر ويعني ويخطو خطوه الارتباط والمسؤوليه بقت صعبه قوي، محتاجه حزب حتى لو ما عندوش مشاكل ماديه اكيد. فعايزين نرجع نناقشها ونناقشها مع ايات برضو وهشام، بس الاول اتعرف بيكوا اكتر واعرف جت ازاي الصداقه بينك وبين منال وبقالها قد ايه. ايات ابدا بيها. بقالها سنتين ونص تقريبا، عرفتها في الجامعه، احنا مع بعض في كليه اعلام. ايوه بس عرفنا بعض في الجامعه بقى وخدنا على بعض بسرعه، ومن ساعتها بقى احنا اصدقاء. كتير بيقولوا لي ان علاقات الانسانيه وعلاقات الصداقه ما بقتش بيبقى فيها صدمات كتير، والواحد بيصدم في صديقه، ما بقتش الصداقه موجوده قوي زي زمان. هي بتحصل ده كتير، ده حقيقي في وسط الشباب و حقيقي وموجود يعني. كتير بس مش يعني مش يعني صعب انك تلاقي حد فعلا كويس دلوقتي. ايوه لكن بس بتحسي بقى يعني برضو احساسك بيوديك للحد الصح في الاخر. انت مر عليكي اتصدمتي في اصدقاء كان بينكم وبين بعض عشره كبيره حصل ها. انت مصوره صحفيه مش كده ايات؟ يعني المهنه دي عموما دلوقتي في الظروف اللي بنمر بيها بقت صعبه قوي، ونقدر نقول عليها فعلا مهنه مخاطر. انت عارفه الاحداث اللي بتحصل في البلد، المظاهرات، الوقفات الاحتجاجيه، نزلتي غطيتي حاجات كده؟ هو انا نزلت في مره كان في تفجير ونزلت فيه، بصراحه كنت خايفه، بس كان بعد بقى ما التفجير حصل كنت خايفه لحسن تكون في حاجه تاني وانا هناك بس أيه. خدت صورتين بسرعه وجريت بقى. ما عندكيش روح المغامره دي؟ لا انا بغيت، خدت صورتين وجريت. ايوه طب كويس انك معترفه يعني. لا هي بصراحه البنات كمان صعبه جدا، صعب ان هم يواجهوا كده. بس انا اعرف بنات بينزلوا على فكره وسط الاحداث دي ووسط المظاهرات دي البوم جامد بيعملوا احسن شغل يعني. انت بس واضح قلبك مش جامد. لا خالص. ايوه لسه شويه. ايوه هشام انت صديق لادهم مش كده؟ كام سنه دلوقتي؟ فوق ال 13 سنه. يا ده انت ده عمر بقى، ده من وانتوا اطفال. من قبل اعدادي كمان يعني، من واحنا في ابتدائي تقريبا، لان احنا كده كده كمان اصلا ما بيننا وما بعضينا يعني عمرتين مش اكتر من كده، زي ما يكونوا اخوات. اخوات بتاخدوا راي بعض في كل حاجه، في كل يعني. هو لما جه يتجوز منال اخذ رايك عرفك بيها الاول؟ هو اللي كنت بقوله والله مش حيل عليك. هو اللي كان بيشجعني، هو اللي قايل لي. انت يعني انا اللي كنت بقوله والله. أيوة. بس هو ما كانش يعني، هو زي ما قال لحضرتك ما كانش في دماغه خالص ان هم يفضلوا مع بعضيهم اصدقاء. وان احنا الثلاثه اصلا كنا مع بعضينا في نفس الدراسه مع بعضينا برضه. ايوه ف
انت مش مرتبط يا هشام؟ لا. طب ايه سبب ان الشباب مش بيفكر في الارتباط ويوصل للتلاتين وبرضه بالنسبه له الخطوه دي صعب؟ عندك مشاكل ماديه مثلا؟ كل حاجه بقت عاليه، يعني كل حاجه في البلد بقت عاليه، الاسعار كل يوم بتزيد. فيعني دلوقتي عشان الشاب ان هو يفكر يتجوز او يخطب، مش يتجوز عشان يفكر بس، مفيش اب دلوقتي استحاله ان هو هيرضى يدخل بنته مثلا في ايجار الكلام ده كله. لازم شقه تبليك طبعا، والولد بيفكر قبليها بالكلام ده كله. يعني الولد ذات نفسه بيبقى عاوز يريح اللي معاه، مش يتعب عشان هو كمان يبقى مستريح. طالما انا مستريح هي هتكون مستريح، اكيد مش هتكون مش يعني انت مستريح. شايف ان المشكله كلها منحصره في مشاكل ماديه؟ هو ده اللي بيمنع. انا بلاقي احيانا ان رغم العنصر ده مش موجود، عنصر مشاكل ماديه، لا بالعكس في امكانيات ماديه كويسه، الا ان الشاب برضه مش بيقبل على خطوه الجواز الا بعد بقى عمر بعد الثلاثينات وبعد تفكير كتير قوي وتردد بيكون يعني حاول ان هو بقدر الامكان يحسن من نفسه او حسن شويه من نفسه عشان يعرف يبتدي في خطوه خطوبه. فبيبقى العمر تقدم بيه. ايه رايك يا ادهم؟ هو انا مع هشام برضو في نفس الفكره، بس هي بتبقى مثلا خوف، بيبقى خوف مسؤوليه وبيت، وانا هبقى مسؤوليه في بيت، في مصاريف، في حاجات معينه. دي برضو بيبقى برضو يعني انا اللي حببني في الجواز وحببني ان انا اعمل كده. طبعا منال بتساعدني ان اعمل كذا، موظف كذا واقفه جنبي، دي برضو بيحدد. انتوا الاثنين بتشتغلوا وانتوا الاثنين بتشاركوا في مصروف في البيت مع بعض؟ لا، هو اللي بيشتغل. انا ربيت منزلي يعتبر. انت ما بتشتغليش؟ لا لسه. بس الاتجاه دلوقتي عند معظم الشباب، وبرضو ايات تبقى معايا وهشام، ان الاثنين يشتغلوا، ان المصاريف بقت كثيره قوي وضغوط الحياه كتير. أكيد. فلازم يساعدوا بعض ويشاركوا. أكيد. بعض في المصاريف. يعني هو مش ما فكرتيش تشتغلي؟ هو اكيد انا فكرت اشتغل، بس كمجال شغل حاليا بيتقال لنا ايه؟ هاتلي شهاده خبره، هاتي ان انت مؤهله. طب هاتي شهاده خبره ازاي وانت لسه ما اشتغلتيش؟ بالظبط. ما هو انت لازم تشتغلي عشان تجيبي شهاده خبره. حضرتك هو ده اللي بيتكلم فيه دلوقتي الجيل، ان ازاي انت بتطلب مني شهاده خبره وانا حتى الان يعني لسه طالعه من دراسه، لسه ما اشتغلتش، لا اللغه، لا ما اعرفش الكمبيوتر، يعني طلبات كتير، بتلاقي نفسك طب هشتغل ازاي؟ اعمل ده بقى على بال ما اعمل ده، خدي لك 6 7 سنين على بال ما اتاهل واقدر ان انا اقدم شهاده خبره مثلا 5 سنين. ده اللي بنقابله في اي شركه سياحيه او اي مكان يعني يكون قريب من دراستنا. انتوا درستوا السياحه، واساسا السياحه دلوقتي فيها مشاكل وصعب جدا انك تلاقي. بالزبط. كل اللي بيشتغلوا في مجال السياحه بالعكس سابوا هذا المجال وبعدوا عنه. بالزبط. وبيشتغلوا اي وظائف اخرى. بالزبط. فصعب مبدئيا ان انتوا في مجال السياحه. ثانيا بقى المشكله العامه بتاعت ان انا عشان اوظف شاب لازم اطلب منه شهاده خبره. طب خبره ازاي وهو كل شركه بيروحها بيقول له هات شهاده خبره؟ اشتغل الاول عشان اقدر اجيب شهاده الخبره. ثانيا التعليم بقى ومشاكل التعليم اللي عندنا، ان مش كل الشباب بيطلع عنده اللغات اللي هو متمكن اللغه المتمكن منها علشان يقدر يشتغل بسهوله. بالظبط، ده اللي بيتطلب مننا في كل مكان. ما فكرتوش تاخدوا كورسات انجليزي؟ يعني لو كان تعليمنا فيه قصور واحنا عارفين نحاول نعوض. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان انا باخد دلوقتي كورسات انجليش، زائد ان انا قدمت كمان في الجامعه المفتوحه جامعه القاهره اعلام، بحيث ان انا حابه اصلا ان انا اخرج بعيد عن مجال السياحه خالص، ابدا اخش في مجال الاعلام، اعداد البرامج، حاجه انا حباها عايزه اعملها. أيوة. مش دراسه انا درسها مجبره ان انا اعملها. بتفرق كتير يعني. فانت شايفه ان انت عشان تاهلي نفسك وتاخدي الدورات التدريبيه دي كلها قدامك ولا 6 7 سنين عشان تقدري تشتغلي. فالاعتماد كله على ادهم بقى، ان ادهم هو اللي يقوم بكل معلش يا ادهم بقى، وده حال الشباب كلهم يعني. ده كان ليه تاثيره في ان يظهر بينكم مشاكل بدري كده؟ عشان انا لمست وحسيت ان المشاكل بدات تظهر معاكم بدري بدري، فهل المشاكل الماديه دي كان ليها اثر في ظهور المشاكل بدري؟ ممكن بس هي كانت قبل الجواز، يعني قبل الجواز التوضيبات، عايزين نجهز ده، طب الفرح، طب السفر، طيب عايزين نجهز كده، طب الوقت،
طب كلها مشاكل ترتبط بالمادة برضه. بالظبط بالمادة والوقت، يعني هي كان عيد ميلادها يوم جوازنا، يعني انا كنت عايز اعمل بدر بقدر الامكان ان يوم الجواز يوم عشان يبقى عندكم ذكرى دايما حلوة بالظبط تحتفلوا بيها، فكرة بالظبط حلوة. كده. فكانت هي كانت وقت، لكن وقت لما خلاص بقى بنخلص والفرح والشقة خلاص خلصت وبدأنا نتجوز خلاص، يعني خلاص بقى عرفنا ان مصاريفنا كذا، هنوضب حياتنا كذا، هنعمل كذا، خلاص ايوه يعني بقت الدنيا بقت سهلة لسه شوية. ايوه هي المشاكل يمكن تكون دخلت في حتة ان مثلا قيود، فجأة انا حرة في حياتي، بروح بخرج، بتعامل منال بنفسها، هي اللي ماشية الطريق، زي يعني زي ما معروف ان والدي متوفي، مامتي برضو متوفية، انا اللي يعني يعتبر ماسكه نفسي انت او طول شايله عمرك مسؤوليه متعوده نفسي. ان انت شايله مسؤوليه نفسك، انت بالظبط البنت المستقله. دي مشكله بقى تانية بتقابل الشباب، ان تاخر سن الجواز ده بتبقى البنت اقلمت نفسها والولد